إذا يقول للشيء كن فيكون إذا حقق الصوم بمعناه الحقيقي فهو مستجاب الدعوة. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعني يبين لنا عظمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال له مخاطبا إياه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. مع أن هذه الآية هي من تتمات الآيات السابقة، وكان يمكن أن لا يكون الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون في هذا السياق: ولعلكم تشكرون وتستجابون من ناحية الدعوة التي تدعون بها. ولكنه أراد أن يبين لنا هذا القدر النبوي الشريف فذكره في سياق هذه الآيات: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلا داعي لأن ترفع صوتك وتدعو، فالله يعلم السر وأخفى. فإذا دعوت جهرا فهو يستجيب لك، وإذا دعوت سرا فهو يستجيب لك، فهو قريب منك سبحانه وتعالى. أقرب إليك من حبل الوريد. سبحانه وتعالى قريب منا برحمته واستجابته لدعواتنا. ثم يأتي مشهد آخر من مشاهد رفع الحرج عن الناس، مرتبط بآيات الصوم، لأن الناس كانوا في بداية الأمر، كان إذا في بداية الصوم يعني كان إذا نام بعد الإفطار فلا يعني لا أكل ولا شرب ولا قربان للنساء. فتكون فترة الليل حتى لو استيقظ بعد ذلك تكون فترة الليل هي فترة الصوم، امتداد للصيام، امتداد للصيام إذا ما نام قبل ذلك. وحتى إذا يعني ده على ما جرت عليه العادة، لا كان الصوم في بداية الأمر هكذا. هكذا فأراد الله أن يرفع الحرج عن الأمة في هذه الحالة، وقال للجميع: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الآية تتكلم عن رفع الحرج عن الأمة في فترة الليل، وأصبحت فترة الليل هي فترة إباحة وفترة مشروعية واستراحة لكل ما كان ممنوعا في مزبوط. في النهار، فما كان ممنوعا من المباحات في النهار يحل الآن في الليل. ولكن البعض يتشدد والبعض يتشبث، ويعني تقريبا بيحرموا على أنفسهم اختياريا، هم يعلمون أنه مباح لكن اختياريا كده أو داخليا أو في تجمعاتهم، ولكن يعني ما جاتش من شهر، يعني الرفض ده خليه بعد رمضان، وكأنه يزيد مشقة على مشقة. يعني هذه العلاقة الزوجية علاقة متبادلة، فإذا كان الزوج يرى ذلك طوما يعني الزوج هل ترى ذلك؟ مزبط. هذا أمر. الأمر الآخر أن هذه إباحة، لماذا تضيق على نفسك؟ وهي رخص من الرخص. لا ليست رخص، ده هي إباحة، ده في مشروعية، نحن في مشروعية في هذه الحالة، يعني ليس هناك أمر كان ثقيلا ثم خففه الشارع لظرف معين، لا أصبحنا على الإباحة المطلقة بأن الرفث والأكل والشرب في من بعد دخول وقت الإفطار إلى دخول وقت أذان الفجر أصبحنا في منطقة المشروعية وفي منطقة الإباحة، ولك أن تفعل ما كان مباحا، ما هو مباح لك مما كان ممنوعا عليك في النهار.